مستمرين في فقراتنا مشاهدي نهارك سعيد، ومتابعه لصوره مصريه كل اسبوع بتكون موجوده معانا علشان نسرد مع بعض اهم الاحداث اللي حصلت، سواء كان طبعا مصر احداثها سخنه جدا ومتلاحقه ومتطوره، فعلشان كده اصدقائنا الصحفيين اللي بينزلوا المواقع دي على قد ما هم بيعملوا بيأدوا واجب مهم جدا، ومن غيرهم مش هنعرف نوثق الحدث، ولكن هم جنود في مكانهم الحقيقه، لانه بيتعرضوا لمواقف صعبه جدا، بيتعرضوا لمجهود جبار عشان يقدروا ينقلوا الحدث من خلال الصور بتاعتهم. النهارده هيكون معانا الصور اللي هنعرضها هتكون على جزئين، يعني جزء هيكون انترتينمنت كده ولطيف وخفيف، جزء تاني بقى للاحداث والمصاعب والمواقف الجامده اللي بنشوفها في الشوارع مع المصورين الصحفيين. هيكون معانا النهارده ضيفنا واللي منورنا في الاستوديو الاستاذ الصحفي احمد حمدي بجريده الوفد، هنتابع معاه احدث لقطاته اللي اخذها الاسبوع اللي فات من خلال الاحداث اللي حصلت. صباح الخير يا فندم. صباح النور، ازيك؟ كله تمام. صح، بتتعرضوا لمواقف كتير جدا يعني صعبه ومؤلمه احيانا، يعني خصوصا انت اكيد عندك زمايل كتير تعرضوا للمواقف دي فترة اللي فاتت كلها يعني. خليني بس الأول أتعرف على الأحداث اللي هنشوفها مع بعض النهاردة قبل ما نعرض الصور. إيه الأحداث اللي أنت لقطتها الأسبوع اللي فات؟ يعني أقوى الأحداث اللي كانت قمت بتغطيتها الأيام اللي فاتت كانت اعتصامات السائق الأوتوبيسات، هيئة النقل العام. هيئة النقل العام، وكانت العاملين بالمصانع النسيج وكده، وكان وإضرابات سائق المترو برضو كان شويه، كان فيها برضو ازمه كبيره انه كان بيسبب شلل الحركه المروريه وفوق طبعا. بس دي كانت اقوى الاحداث، وهي يعني اضرابات للمؤسسات العديده اللي عملت اضرابات خلال الاسبوع اللي فات. واخيرا تقريبا الاتفاق بعقد الاتفاق بتاع ميدو في نادي الزمالك. تمام، ده كان اخر الحاجات يعني. هل في اي جديد في المشكله اللي حصلت لزميلك المصور محمد فوزي وباقي الزملاء اللي للاسف الشديد اصيبوا بطلقات ناريه في احتفالات 25 يناير اللي فات؟ والله هو اليوم ده كان يوم مرير جدا على الكارير كل المصورين. محمد هو دلوقتي اجرى 3 عمليات وفاضل له عمليه المفروض هتتم كمان 4 اسابيع ان شاء الله، ربنا يقومه بالسلامه. والموضوع ده يعني بقى صعب قوي دلوقتي، بقى الضرب في المليان، وبقى ما فيش حتى اصلا اساس يعني حاجات انت تنبيه، بقى كله يضرب حي من كلا يعني الطرفين. يعني حتى الشرطه وهي بيحصل بينها اشتباكات وما بين الطرف الاخر ممكن يبقى ما فيش تفريق قوي في النص ما بين الصحفيين وما بين الجماعات الارهابيه اللي بتقوم بالاشتباكات؟ ما بقاش دي. لا، لان اصلا الطلقه ما بتميزش، واحنا ما بقاش يعني هم مش موفر لنا مثلا ان احنا نبقى نلبس فيست يبقى عليه كلمه بريس، يعني نبقى مميزين وسط يعني الفيست حتى الان لسه غير متوفر للصحفيين اللي مكتوب عليه بريس علشان حتى يتعرف كونيتك ايه يعني. لا غير متوفر، وان وجد مع حد من زمايلنا جايبه معاه من بره بيواجه مشكله كبيره جدا. لازم تصريح بيه في كل تغطيه صحفيه تقوم بيها، فده طبعا محتاجين ان هو يحصل شويه دعم لينا يعني. خلاص اعملوا اضراب بقى انتوا. ده اللي فاضل. انا مش بحرض، انا بهرج. ده اللي فاضل. طيب احنا معانا مجموعه صور في البدايه، واحنا معانا جزئين الحقيقه. الجزء الاول بقى الجزء المهم، وبعد كده نخش على الجزء شويه ترفيهي. اول صوره دي علق لنا عليها استاذ احمد، يعني ايه اللي خلاك دي واضح ان هي صوره جد ماسك صوت حفيده. ايوه، ده طيب كان ده الشهيد الطفل اللي مات في المسيره بتاعه العمرانيه. ايوه طبعا، وده كانوا في المشرحه وكانوا في استقبال الجثامين بتاعه، وجده كان في حاله صعبه جدا ان هو والده كان مسافر وكان بقاله فتره ما كانش شاف ابنه، فكان عمال يقول لي يعني انا مش عارف هقول لابوه ايه لغايه دلوقتي، يعني مش عارف ابلغه الخبر يعني. كان متاثر جدا، ومن الصور المؤثره يعني كلنا تاثرنا جدا الحادثه دي، كل الاطفال اللي راحوا ضحيه الجماعات الارهابيه والاعمال الارهابيه، يعني الحقيقه بتوجع القلب. الصوره دي بقى كانت يعني كان ايه، غاز مسيل للدموع. انت واخدها من انهي زاويه؟ انت واخدها من زاويه الجماعات ولا من زاويه الشرطه ولا لا؟ انا واقف مع الشرطه في الزاويه المقابله، لان انا ما ينفعش اقف في وسطيهم، لان انا يعني هتلقى خرطوش بس كتير. بس عارف الصوره زي ما تكون انت واخدها من يعني من قريب قوي منهم. ما انا لازم ابقى في قلب الحدث، لازم اكون جوه في قلب الهيصه اللي بتحصل دي، بحيث ان هو ما يعني جوده الصوره مع ازاي ان انا اقدر اختار زاويه قويه تعبر عن الخبر اللي هيرفق بالحدث تاني يوم. هنا نسبه الخطوره بتبقى عاليه بقى جدا طبعا، لان انا بخش جوه في قلب الموضوع، ومش من كلا الطرفين انا بالنسبه له خطر لي،
ان طبعا. الكاميرا بتوثق دلوقتي لاحداث تاريخيه، وبتخش في تصريحات، بتخش بعد كده في المحاضر وفي المحاكمات. طبعا في حاجات كتير غلط بتحصل، فانت بتوثق الغلط، فصاحب الغلط بيبقى عينه عليك انت. يس ده صحيح. ربنا يكون معاكم، عشان كده بقول انتوا جنود في مكانكم والله. ربنا يخليك. الصوره دي صوره ده كانت فين، مكانها فين؟ ده كان هنا قدام ماسبيرو، كان في اشتباكات، وكانوا دي كانت مسيره، وكانوا عايزين يخترقوا ميدان يوصلوا لميدان التحرير. ده كان قريب، كان قريب قبل ما يفضوا ميدان التحرير، قبل ما يعني ما يوضبوا ميدان التحرير وكده. وده قبل 25 يناير. كانوا عايزين يوصلوا لهناك، وبعد كده حصل اشتباكات ما بين الطرفين. ودي لقطه واخدها من اعلى الكوبري. كانت لقطه بالليل كده، بتوضح يعني مدى صعوبه الاشتباكات بالليل، لان احنا بالليل ما بقاش شايفين اي حاجه يعني. الصوره دي، الصوره الثالثه دي، الطياره الهليكوبتر ده، دي يوم الاحتفال ولا ده كان ايه؟ لا ده كان في محاكمه رئيس المخلوع او المعزول محمد مرسي. ده كان الطياره اللي رايحه بيه المحاكمه. لا كان هو في مستقل الطياره دي، كان عشان توصله يحضر الجلسه بتاعته. ايوه. واحنا بنبقى هناك بنغطي طبعا كواليس الموضوع كله من اوله لاخره. تمام. ايه بقى الصوره اللي بعد كده؟ دي برضو في احدى الاشتباكات كانوا بيستخدموا فيها الالعاب الناريه لمحاوله يعني استعراض القوه. كان الموضوع في كان برضو كان اكثر دمويه في اليوم ده، التخويف واستعراض القوه. طبعا في النص اكيد لازم يكون في ضحايا طبعا اكيد يعني. طيب كمان صوره، ده برضو مجموعه من الشباب متجهين برضو هنا. انت بتاخد الصوره دي فبتبين اشكال الناس اللي نازله، هل هم من البلطجيه، هل هم من الثوار، هل هم من المعترضين، من اللي عايزين يوصلوا فكر ولا لا. فبرضو دي حاجه بتحسب ليك في الخطر. طبعا ما هو انا دلوقتي كمان احنا بدانا كمان نتعرف من قبلهم. طبعا مش معاك كاميرا. ايوه لا وغير كده بقى نتعرف كمان شخصيا يعني. من كتر احنا بقى لنا 3 سنين تقريبا احداث الثوره دي كلها بنغطيها من اولها لاخرها، فبيبقى الموضوع بالنسبه لهم لا انت 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 احمد حمدي، انت فلان الفلاني، انت تبع جريده يعني. كان الاول ممكن اختار موقع الكتروني تابع ليه عشان اعرف ايه اشتغل، تقف معاه. بس لا دلوقتي بقى الموضوع فيري اكتيف يعني. طيب كمان صوره، الصوره دي بقى ايه؟ دي الصوره دي كانت في الاحتفالات 25 يناير. وكانوا يعني زي من ضمن الاحتفالات بقى وفرحه وكده. حلو جدا. عايزه مين ده يا استاذ احمد؟ ده كان شهيد برضو من احدى من الشباب اللي توفاهم الله في احدى المسيرات، ودول برضو كانوا في استقبال الجسامين بتاعهم في الخروج من اثناء المشرحه. برضو حسيتها ان المشكله ان في اللقطه دي كانوا بيحاولوا ان هم يخلوني ما صورش. ليه؟ ما تفهميش يعني، الناس بقى دلوقتي ما يعني يشوفوا الكاميرا لا ما تصورش. يعني هل ده عداء او خوف من الكاميرا، ولا هل ده لانه مش عايزين حد يقرب؟ مش عايزين حد يقرب، ومش شايفين ان احنا مهما بنكتب مهما بنعمل خلاص دون جدوى يعني. مش هو ده اللي هيعوض الضيق اللي هم فيه. ايوه ده صحيح اللي افتقدوه. تدريبات. لا دي كان تخريج دفعه جديده في اكاديميه الشرطه من اسبوعين، وكانوا استعراض بقى للضباط ومدى مهارتهم في اثناء في فك السلاح وتجميع السلاح في سرعه فائقه. بيبقى عرض مذهل جدا. طبعا مبدع جدا جدا. وانا كنت مستمتع جدا، ولاول مره كنت احضر عروض زي كده بصراحه. والغريب في الموضوع والجميل ان هم كانوا الشباب دي يعني فتره التدريب بتاعتهم كانت سنه واحده بس، وعملوا تدريبات يعني ناس بقى لهم 4 سنين بيدرسوا في الاكاديميه. احنا عندنا جنود يعني خير جنود بواسط جدا ما شاء الله عليهم. ايه كمان، دي برضو من ضمن التدريبات اللي انت شفتها واتفرجت عليها. هنا بقى برضو النشاط من ضمن التدريبات، برضو من ضمن النشاط اللي هم كانوا بيستعرضوه بيه. مرشات. مش دي مرشات؟ مرشات. ده الاستفتاء. استفتاء طبعا. وده الولد ده جه وليته بيقول لي انا سيساوي. وعجبني جدا ان عامل كاركتر كاركتر جميل وبتاع. لو لابس جيش ويعني واخد بوز واخد الجيش ولابس البدله وجاهز. لا ونازل متحفز جدا، نازل اللي بيقول لي نازل لتامين الاستفتاء. جاهز. جاهز يعني. حلوه الصوره دي.
طبعا ده من نفس العرض. من نفس العرض كان ده سيدات حلو. بقى. كان غريب حلو الموضوع جدا جدا. ان البنات اللي نزلت في التدريبات والدفعه اللي فاتت واللي هم طبعا بقينا نستخدمهم ان الشرطه النسائيه في محتاجينهم جدا في تامين بعض المناطق اللي بقى فيها سيدات ومسيرات فيها طبعا سيدات. ده شيء مهم بجد في الوضع الحالي اللي احنا فيه ده. طبعا. اكيد فكان يعني. لفت انتباهي قوي ان هم بيأدوا تدريبات واستعراضات قويه جدا زي الشباب بالظبط. بصراحه كانت مهاراتهم عاليه جدا انا فكانت لفت يعني انتباهي. بحسدك ان انت كنت موجود في عرض زي ده بالحقيقه، لان انا لما بشوف جزء منه في التلفزيون ببقى منبهره جدا بالعرض، جمال العرض والدقه والقتاليه اللي هما بيتدربوا بيها او بيورونا الشو فيها. فعلا حلو كان قوي قوي قوي. جدا. كانت حاجه قويه. خلصنا الجزء الاولاني، تمام. ايه اصعب المواقف يا استاذ احمد اللي عديت بيها او اللي انت فاكرها قوي معلمه معاك جدا سايبه بصمه كبيره انت ما تقدرش تنساها؟ خلو ما ممكن تختار حاجه الفتره دي الفتره اللي فاتت زي ما تحب، بس انت اكيد اتعرضت يعني بتنزل في اماكن يعني سخنه جدا يعني، فايه الحاجات اللي انت فاكرها؟ اقوى المواقف اللي كانت كنت في بغطي خطف الجنود السبعه في رفح، فجالي تكليف بيها فروحت هناك. فمن ضمن الافكار اللي جات لي ان انا اروح جبل الحلال واعمل حوار مع الناس اللي هم اللي عليهم احكام. فقدرت اوصل لاحد الاشخاص منهم كان اسمه سلام الفياض الكبير بتاعهم، ده محكوم عليه ب 132 سنه وحكم اعدام من الناس المطاريد في الجبل. وقدرت ان انا اوصل له هناك في جبل الحلال، واثناء تعرفي يعني بنتعرف على بعض وما كملناش 10 دقائق جاله خبر ان اسمه نازل ضمن قوائم خطف الجنود، ونازل والخبر ده نازل في الجرايد. وليته طبعا انسان بيتحول طبعا ان صحفي قدامه والخبر نازل، فانت كده ممكن يعني انت جاي جاسوس بقى وانا هناك في عقر دارهم. فطبعا لقيت الموضوع بقى كان صعب جدا، فقدرت ان انا اتعامل مع الموضوع، ولله بدات ان انا استقطبه ليا واقول له انا جاي هنا ليك انت وربنا بعتني ليك عشان انا اكذب الخبر اللي هو نازل في الجرايد. لو انا مش ما كذبتوش عن طريقي انا، فهتقدر ازاي يتوصل يعني عدم مصداقيه الخبر. لا انت بيبقى يعني في موقف اللي زي دي كان عايزه بس تركيز وقلب جامد ان انا اعرف طبعا اتعامل مع الموقف طبعا ده. طبعا يعني ممكن الحمد لله. في اي لحظه بقى تحصل حاجات مفاجاه ايوه هو غير ده متوقعه خبر زي كده. انا غير متوقعه. الصوره اللي معانا دلوقتي دي كانت صوره جماليه اعتقد يعني، ولا صوره ايه؟ كنت انا في مؤتمر في فين كان المؤتمر دون في كفر الشيخ، وده السد السد بتاع كفر هناك عند كفر الشيخ، وعجبني المنظر ده مع التظليل فخدت صورة خدت لقطتها. اللقطة دي جميلة جميل. جدا. اللي بعده فيش اللي بعده؟ لا هو في ما في بعده. طيب عقبال ما يحضروا اللي بعده. تمام. كان ايه ده؟ كان حاجات بقى ليها علاقة بحفلات الزفاف. نخرج بقى بره شوية لإيه بقى؟ الحاجات اللي فيها اشتباكات ودموع، وقصدي وقنابل مسيله للدموع والحاجات دي كلها والقتل والاصابات. انا عايزه اعرف انت بتفصل ازاي، او انت حبك للصور الجماليه وان انت تصور بشر بقى يعني اكيد دي تعامل اخر مع البادي لانجوج بتاعت الناس ومع الصور الجماليه، اكيد دي ليها اختلاف كبير قوي لما بتنزل تروح عايز تجيب صوره توثق بيها حدث، تبقى في مواقف سخنه جدا، ايه الفرق بين الاثنين يعني؟ هل ده محتاج متخصص ولا دي بتبقى موهبه وخبره؟ هي اكتر من انها تبقى موهبه او خبره، هي محتاجه تكون ان انا اعرف ازاي اوصل يعني ازاي اتعامل مع الجست ازاي. يعني في احيانا بيستضيفني اصلا بدايه الموضوع كنت مثلا زمايلي او ليا اصدقاء كانوا عايزيني اصورهم في مناسباتهم، فكنت الموضوع جاي باي لاب خالص. لو انت بتشتغل صحفي اوريدي وانا شغال مصور صحفي مثلا عزموني في فرحهم، فاحمد ممكن بس تصورنا لقطتين وكده بما انك معاك كاميرا بروفيشنال وانت حد بروفيشنال. فبدات انزل معاهم مره والتانيه، واصدقائهم بقى يشوفوا الالبومات يتصلوا بيا طب هم مش اصدقائي عشان يعزموني، فيقولوا لي طب ممكن تنزل لنا، فبقت انزل معاهم. فالحمد لله كل مصور بيبقى ليه لمحه كده. أيوة. ليه رؤيه ان هو ازاي يختار الزاويه وجمال الفيس، كل وش اللي بيبقى ليه زاويه معينه عشان اطلع فيه احلى كادر ليه. فالحمد لله بدات كمان اتابع شغل مصورين بره اصدقائي بره،
فاجيب احلى يعني اعلى البوزات والكادرات هم بيعملوها، بيتطور من الفكره. فالحمد لله بدا الموضوع على البي جي بتاعتي، بدا الناس تنزل خصوصا بيا. دلوقتي طبعا الدنيا ما بقتش تقليديه زي زمان، والوقفات هي البوزات في العاديه شكل جديد ده صحيح، طبعا. فده ميزنا كتير الحمد لله. شكرا جدا استاذ احمد على وجودك معانا النهارده، نشوفك قريبا، ويعني ربنا يكون معاك وفي ربنا الاحداث اللي يخليك. بتنزلوا ميرسي، فيها. ربنا يخليك. شكرا. المصور الصحفي الاستاذ احمد حمدي، وهو شفنا لقطات من اعماله، هو صحفي بجريده الوفد. شوفكم بعد الفاصل، لسه مكملين مع بعض الفقرات مهمة جدا، استنونا.